هلا بدنا ننزل قطع الدجاج. قطع الدجاج بدنا نقطعها ستريبس، يعني بدنا نقطعها بهالشكل. هلا انا عجبني انه في بعض شركات الدجاج بالسوق الاردني صارت حاطين عليها بقول لك فتايل دجاج. شو هي فتايل الدجاج؟ هي صدر الدجاج، صح؟ صدر الدجاج هيو كامل. لما بتقلبيه على الجهه الثانيه من هون من تحت رح تلاقي قطعه زياده اللي هي هاي، بسموها فتايل، حاطينها على الباركود فتايل. عجبتني، ارخص لي ما اروح اشتري لي صدر دجاج كامل، فجبتها زي ما هي صراحه. هيها، فهاي احنا بنسميها عند اللحامين لما تعطيه صحن الصدر وتقولي له قطع لي الدجاج قولي له ستريبس او بيف ستروجانوف او قولي له قطع لي يا شاورما، فبيعطيكي بهالشكل. فانا جبتها بهالشكل لحتى تطلع مع حجم حبه البطاطا. راح اتلفها طبعا لاني حطيتها جنب الدجاج. فلما انا حملتها، اذا انا راح احمل بالملقط قطعة الدجاج والبطاطا. إذا إحنا عم نشتغل نوعا ما، يعني مش منطق البطاطا بالطول ويكون عندي الدجاج مقطع مكعبات. إذا قطعتيه مكعبات قطعي البطاطا كمان مكعبات وإليها. فدائما احسب حساب كيف اللي بده ياكل راح ياكلها عشان ما يتغلب، تمام؟